ذاكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والغاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا نقول الله لا لا ولا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم يا أهلين وسهلين ومرحبتين الحمد لله على السلامة رجعت الزعيم عمي أبو طالب الله يسلمك من بعد إذنك إذا بتنادي لنا صهري طلال عاوزينه بشغلة إيه من عيوني التنتين تكة بس شو عم نبعين؟ الله حيا بدر الدين سيرونك على وراء؟ ايه سنبول شبعتو ولي على بعضك يا ابو لمعين لك الخان بدر الدجا بالسوق وانت مالك خبر لا وعم تندلق مثل كيسة طحين لمجرد ما شفتها لك شد حالك يا حمار يا حبسينو حبيك رجال الله يعطيك العافية يا رجال شو ابو لمعين شبك ما تشتري ها هلا مازلت ترالو صفوا ايديكم كل واحد له نص كاسة شاي تكرم عيشكم بس صفوا ايديكم يا عميد اهلا وسهلا يا عميد اهلا وسهلا شرفتوا ونورتوا الحمد لله على سلامة زعيمنا وكبيرنا عمي ابو طالب الله يسلمك كنا مارقين بالصدفة من السوق استغربنا كيف لحقتوا العلقة بهالزينة مو العضلات قرروا انه يعملوا له عشاء ومولد لعمي ابو طالب ومن ليلة مبارح كل اهل الحارة من كبيرة لصغيرة عم تشتغل بهي القصة الله يكتر خيره ولو اقل منا ونحن كمان قررنا نعمل مولد ومباركة نسوان لمال الشام وقلنا بنضرب عصفورين بحجر
والله انتم اللي كتر خيركم. بعدين نحن شو ما عملنا بحق عمي ابو طالب بنضل مصريين. ولو هذا واجبنا يا صهري. ما قلت لنا امتى العشاء والمولد؟ بعد صلاة المغرب بإذن الله. الله يقويكم. يلا نحن بنستأذنكم. نلحق نعزم مشروع لحالنا. الله معكم، بس في إيدي أمانة عندكم. ديروا لي بالكم على حاتم وحاتم مشان الله. يوه بعيوننا من جوا. وبالمناسبة اليوم انتوا لا تطبخوا لأنه نحن عاملين أكل هريسة لكل أهل الحارة وعاملين حسابكم. الله يسلم إيديكم يا رب، يلا بخاطرك. أهلا وسهلا، شرفتوا وشرفوا، أهلا وسهلا. ما شاء الله. شو هاد؟ اللهم صلي على النبي على هالبنت. لك ما فشرت عينك لك حسن انك تاخذها. لك والله على دمي، على دمي ما بتكون غير إلي. صالحة ومريم بديارنا، أياميت أهلا وسهلا، شرفوا تقبروني، تفضلوا. أول باشتان ما في مجال نشري. يو، وتاني باشتان؟ تاني باشتان هاتي البشارة. بشارة شو؟ لك مبارح أبي رجع سالم غانم وما على قلبه شر. صلاة محمد عم تحكي عن جد؟ وصارت له طنة ورنة وما ضل حدا ما بارك لنا. يي إن شاء الله بتقبروا قلبي، ألف الحمد لله. وتالت باشتان قبل رجعت أبي بشوي اختمال الشام ولدت وقلط عم صبي. يي ان شاء الله ريتو الف مبروك. لذلك رح نعمل بنفس الوقت مولد رجعت ابي بالسلامه ومباركه لاختمال الشام. وانتي اول وحده بنجي وبندعيها. ما تنسي تعزمي جيرانك ها؟ ايه بس تقبروا قلبي، يعني بتلحقوا تدعوا كل نسوان الحاره بهالسرعه؟ ايه منلحق، وهي بدهم يجوا يباركوا لنا برجعت ابي بالسلامه. بهي معكم حق. ناطرينك بعد العصر ها؟ خلص لا تاكلوا هم اكيد. يلا بخاطرك. لا يوه ما بصير هيك بدون قهوه؟ بدنا نلحق نعزم نسوان الحارة. الله معكم تقبروني. يا ميت اهلين وسهلين يا عم سلوك. عليم الله نورت الشام والخان. الله يخلي لي اياك اخي حسان، الشام منوره باهلها. عم سلوك شو بدي اقول لك؟ اوعك تفكر انه الزعيم ابو طالب طلب منك انك تنام عندي امبارح بالليل لانه بخيل او ما بيعرف الواجب. بالعكس، بيوت الحارة كلها مفتوحة له، بس بتعرف الناس فرحانة فيه وهو مشلوش. كان لازم أنا فل من مبارح، بس شفته كيف أصر علي. لا، شو تفل ما تفل، أنت بضيافتنا هون بالحارة معقولة عم سرور؟ الله يخلي لي إياكم. عم سرور؟ بس أنا لهلأ ما فهمت شو اللي جمعك بالزعيم أبو طالب؟ هاي قصة طويلة. احكي لي عم سرور، ليكنا قاعدين وما في شغل، وبيني وبينك، نحن كنا طاشين ولايشين على غيبة الزعيم أبو طالب. هو بيني وبينك أنا معرفتي مع عمي أبو طالب من كام يوم. شو هالحكي؟ إي والله، بس هو على معرفة منيحة مع عمي أبو العطا اللي كان بضيافته. ومين هذا أبو العطا؟ رجال مقدر وكبير عنا بالضيعة. إيوه، والنعم منك ومنه. الله يخلي لي إياك يا عمي حسن. أهلين فيك، اشرب شاي. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. يا حلت علينا البركات. بالمهلي ست سميرة، بس ما نكون اجيناكي بوقت مو مناسب. لك انتو بتشرفوا ايمت ما بدكم. مشان الله ما تأخذينا اذا عم نزيد عليكم بشغلات التليفون. لك مو التليفون، اصحاب التليفون وكل البيت احسابك. تسلمي يا رب. بصراحة بصراحة ابي الله يديمه ورجع بالسلامة. عن جد؟ الف الحمد لله يا ربي. الله يخليكي. فنحن من جهة قلنا منيجي مندعيكي على مولد وغدا بهالمناسبة الحلوة، ومن جهة تانية قلنا لازم نخبر جوز. والله بتشرف، تفضلي تفضلي خدي راحتك، رح جهز للضيافة. ما بدنا نعزلك. ولو عذابك راحة. شو يا درية ما جهزت القهوة؟ يلا ثواني وتكون جاهزة. والله من فرحتي برجعت أبو طالب، جاي عبالي اطلع بارك لبناته. معناتها سمعتي الخبر؟ إيه اللي كان سمعته، فرحانة كتير كتير كتير. هلأ بس يجي الدكتور عصام رح حاكي يلاقي لك تخريجة من هالورطة مع الجماعة. والله يا ريت يا ستي، وبكون طول عمري من الخادمين والشاكرين إلك ولجناب الدكتور. إمو تكرم عيونك، وخص نص إذا وافقوا يعطونا صالحة لأخي، بتصير روحاتهم وجياتهم لعنا كتار. بتكوني عملتي زينة القعد، وبيكون أخوك حظه من السماء إذا وافقت عليه صالحة. طيب قلتك بيعطونا إياها؟ والله هي يا ستي ما بعرف فيها. أيوة
معناتها بس يجي عصام رح اخذ رايه بالموضوع ونحكي انا وياه وشوف كيف بدنا نلاقي طريقه نحكي مع اهل البنت. الله يقدم اللي فيه الخير يا خال. يي فارت القهوه ما قلت لك الحاره شايف الشباب كلها زين عمي بدرو عامل لك كاسه شاي اقرب حاجه مع كيف كيفك تفضل شرف استاذ احمد امين اهلي صحتين وهلا بسم الله عم نشتغل بوش الصبح. هني شرفوا عمي تفضل سلم الديات عمي زينو على عيني تفضل شكرا على عيني وراسي بدنا خدمة احرز عمي حسام الله يخلي لنا يا زينو بيه اهلا وسهلا اهلا بيك. ايه وين وصلنا عمي سرو؟ صرنا كنا عم نحكي عن أكلة الهريسة. يا عيني عينا هي أكلة الهريسة بتنعمل بالقمح واللحمة مثل ما لك شاي. يا سلام واللحمة ما بدها تكون شقفة شقفتين، بدك تجيب على القليلة 3-4 خواريف، ومثل ما أنك شايف، بيضلوا الشباب يحركوا القمح واللحمة هيك لساعات طويلة. ما شاء الله. ومثل ما أنك شايف، على تحريك وخبط تحريك وخبط هيك لحتى تصير اللحمة شوة؟ نيفة. نيفة. بعدين شوة؟ بتنفرد هالصواني وبتنسكب هالهريسة، وبتبلش الشباب على دحي، وعصر ليمون، وسفق بصل، وهرش فجل، وهيك للصبح. يا سلام. وبعدين شو منرجع منجيب صواني ومنفرش هالهريسه عليها ومنوزعهم على حريم الحاره بيت بيت. حلو. بس شو عمي اكله ملوكيه هلا بتدوق وبتحكم بنفسك. والله شهيتني دوقها للاكله. ايه الحمد لله يا حسان الف الحمد لله. ابي رجع سالم غانم وما على قلبه شر. يعني والله فرحتيني من كل قلبي يا مريم. سلمي عليه كثير السلام وقولي له بمجرد ما خلصت دورتي هون فورا راجع على الشام. بيصل وانت كمان دير بالك على حالك. أنا ما تاكلي همي، أماني سلمي على الجميع، أوعك تنسي أي أحد، أنا مشتاق لكم كلكم ها؟ يعني كل مرة بدنا نتذكرك توصلنا السلام لأم عبده يا سيدنا. مو على أساس غيرت الأب من أم عبده لأم يحيى؟ أم عبده، أم يحيى، أم شاكر، المهم يوصل لها سلام من طرفنا سيدي. وصل، أماني يا مريم ما تنسي، سلام خاص وكبير محمل بالعطور الوردية من أبو يحيى لخالتي أم عبده. خلص بيصل. ماشي انتبهي على حالك يا مريم. الله معك مع السلامة. ما توقعتك ما تخبر الست مريم باللي صاير بمصر يا سيدنا. ما بدي انزعل فرحتها برجعة أبوها بخير وسلامة. بنفس الوقت ما بدي شغل لبالها. ايه بهي معك حق سيدي. يلا اشرب شاي بسرعة خلينا نروح على الدوام. أنا جاهز سيدي. سيدي قلت لك عبد الناصر بيتراجع عن تأميم القناة بعد كل هالتهديدات من بلاد برا سيدي. والله ما بعرف يا أبو يحيى وارد. يعني طيب والحل برأيك سيدي؟ الحل الله يستر. السلام عليكم. اهلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا رجلي افندي يقبرني ربك. اخي ابو لمعي شو قصه الحاره؟ زينه وطبخ ونفخ وكله على ابو موزه. لك ليت امبارح رجع الزعيم على الحاره الحمد لله سالم سلم. ايوه فحبينا نعمل له عشاء وطنه ورنه ومولد ويعني وخلافه. ايه الحمد لله على سلامته. الله يسلم عمرك يا رجلي افندي. معناها مانك فاضي تحلق لي؟ لك يا ابن الحلال إيه مالك شايف أهل الحارة كلهم بشلوشين من كبيرون لصغيرون؟ يا سيدي الله يديم الأفراح بدياركم. تسلم يا رجدي أفندي. ليكني هلأ رايح لعند الزعيم شان ألفطه وشله دقنه. طيب معناها برجع بكرة؟ لا شو هالحكي الليلة بدك تجي. عم نقلك عاملين طنة ورنة ومولد وهريسة خير خير إن شاء الله. لك إذا ما بتجي هالليلة مالك علي يمينها بطل أحلق لك. إذا كان هيك أكيد رح يجي. السلام عليكم. الله معك رجلي أفندي. تعمل لكن نسينا أمينة العطب بدنا نعطب الزعيم.
سنبول حرك سنبول هات هذا الكيس هون يلا معلم يلا يلا حرك انت مرحبا حاضر حاضر انا بالفوز يعطيكم العافيه يا شباب الله يعافيك عليك سبعين جاهز عمي جاهز تفضل حرك سنبول تعال يلا حرك الله يعطيك العافيه حياك عمي اهلين اهلين يا حبيبي بدر الدين بدر الدين مرني عمي طلال شو عم تساوي بالخان؟ كنت عجيب هاي السجادة مشان نحطها ورا فرقة الموالدية يا أخي الفهم فضلوا على العلم حياك عمي حياك اي الله لا يحرمني أبو لمعي الله يرضى عليك عمي بديك توقف مع الشباب وتدير بالك على الهريسة اي بأمرك لا تاكل هم حياك عمي حياك الله لا يحرمني السلام عليكم يا عمي السلام أهلين عمي أهلين تفضل أولدكم لح يكون أبو لمعي جريع ويبيضها معنا ويفاتح الزعيم بالموضوع حبيبي أبو لمعي ما بنخاف عليه أبو ساكر الله يرضى عليك هالكلام هذا مو وقته لا بسر ولا بنومس حيث إنه الرجال لسه ما دفي تحته هلا ندفي تحته ولا ما دفي تحته خلينا ندق الحديد وهو حامي أحسن ما نضل قاعدين بالحارة لا شغلة ولا عملة مثل قلتنا خلي نسمع لنا صوت على الأقل حرك منيح عمي بدر الدين حرك منيح خلي تعشى اللحم بالقمح ابشر ابشر عم يفوز يلا 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 سمر حط وقته يلا 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 خلي بنعرف القوى سمر يلا توكل على الله يلا باقي عدة كوساي ان شاء الله بيستوي يلا ها قولوا الله حرك حرك صفوها يا رجال صفوها يلا 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 هات هات قطب سنبول هات يلا بنعرف القوى هات يلا حط لك وقته سنبول يلا حطينا حطينا ها حطيت ايه حطيت عليك خلص رح حاول بكل جهدي لا ما بدنا تحاولي بالنتيجة خلص رح اجي ان شاء الله نحن بنتبارك فيكي وبدنا نعرفك على العيلة كمان انا يلي بتبارك وبتشرف فيكم يلا بالاذن والله قاعدين يا جماعة ما شبعت من شوفتكم والله مستعجلين كتير خيرها بغيرها ان شاء الله ومثل ما بتعرفي بدنا نلحق نعزم نسوان الحارة ان شاء الله خير يلا السلام عليكم الله يخليكم سلموا هلا مع السلامة بزمتي وديني بزمتي وديني مع حق الخانم تفكر تاخد صالحة خانم لأخوها يو شلنا مثل النقطة بالمصحف وفلان يا فلان بنزعم وسلاطين إلى كان قلت لحالي اسمه الحريم التهيين ترتيبات المولة ولف صار الملبس وخلافه خليني اجي اطمن عليك وعلى حاتم طلال روح ولا طلال مبسوط كون معي مبسوط عن طاقيت واحدة اللي رجعت عمي ابطالي بالسلامة والتانية انك جبتي لي اغلى شي على روحي حتومة الله يخلي لنا اياك فوق راسنا معلش اوعك تقولي لي ما عاد بدك ولا انا بدي عشرين ولد بدي عشرين ولد يا ستي 20 و40 و500 ولد بدي بدي اقطع لسان كل واحد حكى عني كلمة زايحة بالحارة حاضر ابن عمي يحضر لك الخير يا روح ابن عمي قبل ما انسى شو صار ما قالك ابي مين اللي خطفوه وليش لا والله ما حكى لي غريب ليش ما بعرف ميمي طلال عمك ابو طالب بده يحكي معك كلمتين تقبرني شوف مرت عمي بركي برجع لك ديري لي بالك على شرفتوا وانست عمي ابو لمعي ولو عمي طلال بدنا خدمه تحرز والله ما حدا المحرز غيرك عمي ان شاء الله على طول بيوتكم عامره بالافراح الله يديمك الله يديمك السلام عليكم الله معك مرحبا عمي طلال أهلين بالحكومة
الله يسامحك يا عمي يا طلال. لك هاي عملة بتعملوها؟ خير عمي، شو عاملين؟ بيصل عمك أبو طالب الليلة الفايتة، لك ما بتخبرونا؟ حقك على راسنا، بس طشنا ولشنا بالفرحة، الله وكيلك. شو تشتوا ولشتوا؟ الواجب تخبروا الكراكون عمي. حقك عمي، شرفوا شرفوا. خذ طريق. يلا 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 يلا. شرفوا عمي. يلا يلا. شرف. السلام عليكم. ليش اليوم مين بالحارة ببيته؟ مو الكل راكدين بايديهم ورجليهم بمناسبة الاحتفال برجعة عمي ابطالي؟ ايه الله يكتر خيره. وليكني انا كمان هي رجعتي، كنت عم اعزم العالم. ان شاء الله بنركض لك بفرحتك يا حق. هذا من ذوقكم. كنا جايين نطلب منك تعزمه للدكتور عصام على المولد والعشاء، لانه كنا عند الست سميرة وعزمناها ومو حلوة ما نعزمه. ليش مين قال لكم انه هالموضوع مو ببالي؟ انا كنت مني لحالي بدي اعزمه. ايه كثير منيح. يلا بالإذن بدنا نكمل نعزم نسوان الحارة لأنه خاطرك. الله معكم. خلص أنا رح حل الموضوع، تكرم عيونك يا سميرة. قلتك بيعطونا إياها لأخي؟ هي بتيت لك طمني بالك، أنا رح حل الموضوع بنفسي، بس نعطي يومين لجمال حتى يخلصوا من عجقته لرجعته لأبو طالب. يا ريت يا عصام، لأنه البنت دابت بقلبي مثل السكر. يا ترى البنت لساتها عزبة؟ حسب ما فهمت من نقيب حسان، البنت تجوزت ليلة واحدة وبعدها صار مشكل طويل عريض وطلقت. يو ليلة واحدة؟ قصة طويلة، بعدين بشرح لك. احكي لي هلا، ليش لبعدين؟ محمد ابن ام صابر من طرف بيت ابو طالب دكتور. شو بده؟ درية؟ زكاتك اعملي لي فنجان قهوة. ايه تكرم عينك خانم. الله يكرمك. مرحبا دكتور. اهلين ابو حميد، فوت تفضل. لا الله يوفقك، بس انا جاي اعزمك الليله، عاملين مولد وعشاء بساحه الانوات بمناسبه رجعه عمي ابطالي. اكيد بتشرف، الف حمد على سلامتك. اكيد رح تيجي دكتور. اكيد اكيد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بس حلو ما تفوت تشرف في جناح محمد. لا الله يوفقك حكيم. حاكم معجوين خيرات الله بهالمناسبه السعيده هي مره ثانيه. يلا الحمد لله على سلامتك، بس من عادي ها. اجباري. اهلا وسهلا فيك. على راسي حكيم. حليل. يا إمام الروس يا سناي الله الله أنت باب الله نور لمديع إمام الروس يا سناي الله الله أنت باب الله نور يا إمام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاي بخبر ممكن يزعج الخانم كتير كتير. وشو هاد الخبر؟ سمعت بالقنوات هذا أبو طالب اللي كان مخطوف من مدة. إيه. إنه رجع الليلة الماضية. إيه وليش لا يزعج هالخبر؟ ما بعرف. لا أنا ما بظن يزعجها. يا ستي إن شاء الله. على كل حال أنا الليلة لما أروح على شغلي بخبرها. المهم تضل عم تمدنا بحق الأدوية والأعشاب قبل ما أطلع راجع الطبيب ببيروت. من هالناحية لا تشيل هم. شلون ما أشيل هم؟ أنت بتعرفي كل يوم والتاني عم ندفع ما فتح ورزق حق الأدوية. لك يا ابن الحلال ليش أنت كتير لجوج؟ خلاص عم قلك المخلوقة وعدتنا وما رح ترجع بكلامها. والله من خوفي يا سكينة تقوم تصر لها شي رقدة وتقطعنا من المدد. لا ما بظن تعمل هيك شي. لا الله يسمع منك يا حق. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ما اسكن عقول وافدانا والله ما اسكن عقول وافدانا الا جمال محمد لما دنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. اذا كشف انت ما رايته قمر اذا كشف انت ما رايته غبا من البدر المنير وافدانا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. بس يا محمد على البساط ولا تخف. بس يا محمد على البساط ولا تخف فلأجلك يا محبوب ارفع حجابنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا قلبنا.
عم بتخبصي؟ مثل ما سمعتي يا خانو. جوزك كيف تأكد من الخبرية؟ كيف؟ مو جنابك بعدتي يتطقص بالحارة؟ ايه؟ ايه راح وشاف الزينات والاحتفالات برجعة الزلمة. كلاب انت مين هني؟ خرسي ومالك علاقة، عم تفهمي؟ مالك علاقة يا خانو. طب انت شو بدك اذا الزلمة راح ولا رجع؟ لا مشي لا مشي. حاضر حاضر. مصيبة إذا كلام جوزة لسكينة مظبوط. لك شو هالحيوانات هدول؟ شو هالبهايم؟ كيف بيتركوا يهرب من بين إيديهم بعد كل هالعذاب؟ هيك بكل بساطة بيهرب من بين إيدين عشرات الجحاش. الله لا يوفقكم. الله يبارك فيكم جميعا يا أبو لمي. وتاني باشتان ما رأي أسألك على الجماعة يلي عملوا فيك هالعمل الخسيسي؟ شنو هلأ أنت جاي تعبان ومو وقت الأيام جاي؟ لا ماك ثالث باشتان، وبصراحة يعني بدي إلا نحن الوجهاء وبعض الرعية ما كان إنا دور بالبحث عن جنابك. شو هالحكي؟ أنا ما رح كذب عليك يا زعي. لا لا حاشاك يا أبو لمي، حاصله إذا دل هذا الشيء فبدل إنه في مشكلة كبيرة بين الرعية والعضوات. بسيطة عمي بسيطة. إن شاء الله من هلأ ورايح رح يكون في دور كبير للرعية بكل صغيرة وكبيرة بالحارة. لك يقبرني ربك، شو حكيم وعادل. لك نحن بلاد لا شيء، أنت الشيء ونحن لا. الله يخليك الله يخليك. تفضل. لا بإيدك بإيدك بإيدك، عيب زعيم. العيب ما بتعلى على الحاجة. وملسين كمان. أنا قلت للعضوات ها أنه من لما رجع أبو لمعي من بيروت الحارة تنعنشت. لك الله لا يحرمني يا الله يخليك. حاصله زعيم. شرف تفضل. يعني أنا عم أقول القرارات المصرية اللي بالحارة لازم يتشاركوا فيها الوجهاء والعضوات والرعية مع بعض. صحيح. وبيني وبينك زعيم، لو كان في تعاون بين الوجهاء والرعية والعضوات ما كان صار في تقصير بلم التبرعات لأخواننا بالجزائر. شيء يعني أهملوا لم التبرعات؟ طبعا طبعا صار في تقصير. لا لا ما بصير ما بصير بنوب كل شيء إلا موضوع التبرعات. وفوق هالشي قررت أنا والوجهاء وبعض الرعية بتقديم الاقتراحات الهامة والملحة بالحارة. لا تكل هم أبو لمي، بس لريح مثل ما قلت، ولما أرجع على الديوان بدنا نصر على هذا الموضوع. منت علينا زعيم. عمي تكي بس وبرجع. الله لا يحرمنا منك يا زعيم. وهي انت عيني يا بلمعي، من اليوم بلشنا نقصص جناحة صباح افندي. اهم من هاد شي كله اني اقنع الزعيم بوجهة نظري، وهيك رح اتقرب منه وشوي شوي بصير نسيبه واتجنب الزعماء والسلاطين. مغفرة تمحو ذنوبي وذات الخوف والندم. يا مالك الملك هب لي منك مغفرة تمحو ذنوبي وذات الخوف. كتر ما حكالي الحلاق صاحبي أبو لمعي عن الزعيم وأخلاقه الكبيرة وكرمه، هي واحد منهم. هذا شايفه اللي بالصدر اللي جنب الشيخ اللي لابس قبابة حمراء وحاطط خنجر على خصره. ما شاء الله عليه. حضرتك منين؟ أنا من ساروجة. تشرفنا. أنا زادني الشرف. وذات الخوف والندم. يا مالك الملك هب لي منك مغفرة تمحو ذنوبي وذات الخوف.
منك يا عاصم وامن علينا بلطف يا رب. يا رب الله يفتح عليك وامن علينا 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 وامن علي بلطف منك يا منك يا عاصمني شر العواقب واحفظني من الدهم وكيف يحكي ظلال من بطلعته وكيف يحكي ظلال من بطلعته كيف يحكي ظلال من بطلعته من بطلعته من بطلعته نور البرية خير الخلق كلهم فهو الذي يمنح العافين ما سألوا فهو الذي يمنح العافين ما سألوا صلوا على الحبيب ويشفع يوم الدين بالأمم. شحني شحني يا خالو مقبري من بكرة الصبح بتبعتي جوزك على الحارة وخليه يتأكد منيح من رجعة أبو طالب على الحارة. هو الليلة رايح على الحارة يا خالو شنو عزموه على المولد وعلى العشاء كمان معزوم إيه لكان لأنه على قوله إنه ضربه صاحبه مع حلاق الحارة وعلى قول رجدي إنه الحارة من كبيرة لصغيرة مو واسعتهم الفرحة برجعة هذا الشخص اللي عم تحكي لي عنه. اسمعي من صباح اللي تربك بتبعتي لي جوزك لحول حتى أفهم منه شو صار بالحرف الواحد بالحارة تفهمي؟ أمرك يا خانو روحي. لو قدر لي وطلعت من هون لقطعهم بسناني واحد واحد وأولهم هالحيوان وصفي الكلب. Don't be.
شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحه سلم احباب القلب لا لا ولا لا يا بلا روح يا ريحان سلم أحبابي.